انا ولا عشان صاحبه مش مقتنع ان هو ممكن يجاوب ويشتغل شراسه سيجاره. الصوت بتاع العصا ولا ايه؟ شفته حبينا نوريكم بس ازاي ان انت تقدر تستفز كلبك حتى لو كان في بيتك. لازم تكون فاهم ويكون عندك القدره ان انت بتقدر تشوف ملامح الكلب. هل هو هيتعصب معاك؟ هيبتدي ينفعل عليك؟ هيبتدي يحمي نفسه؟ بحبكم جدا. تحياتي يا جماعه، اخباركم ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا النهارده في الزياره الخارجيه عند الاستاذ احمد عاطف صاحب الكلب الرد مرجانة اللي كانت بتتدرب عندنا طاعه في المزرعه. بيقول ان هو عايز يطمن علينا، فاحنا جينا له. طبعا احنا في زياره في بيته الاول، احنا في الشارع بتاع احمد واخونا الصغير، وما نحبش نسيبه في اي حاجه، لا في الغلط ولا في الصح. ودايما هو متواصل معانا من ساعه ما اتعرف علينا وخد الكلبه، في اسئله وفي اجاباتها وفي ازاي يتعامل مع الكلبه وازاي يقدر يتعامل مع الكلبه في كل حاجه، والمعيشه بتاعته مع الكلبه وازاي يقدر يعيشها بجو تقدر ان هي تحترمه وتحافظ عليه. فطبعا احمد النهايه كانت دخلت في مرحله الحيض، الجو طبعا ابتدى يحرر، لسه ما حضرتش. انا متاكد من ان هو وصفولي ان هي لسه ما حضرتش، انا لسه ما شفتش مرجانه. جاب لها بقر اسمه ايه؟ زيزر. ايه؟ زيزر، اي حاجه. جاب لها بقر اسمه زيزر. فطبعا احنا وصلنا عنده هو واشتكى من حته صغيره ان هو يعني بيحاول يعمل لهم مرحله تعارف وتالف ما بينهم وما بين بعض. الكلاب مسكوا بعض وعضوا بعض، ويا ترى في نتيجه سلبيه على الكلاب دي او ايجابيه؟ يا ترى نقدر نوفقهم ما بين بعض ونعمل لهم مرحله تعارف وتالف ما بينهم مظبوطه؟ وصلنا كده، نبص بس اهوت وهنشوف الكلاب حالتها ايه واخبارها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مرجانه يا مرجانه، تمام الحمد لله. احنا طلعنا بصينا على مرجانة وعلى سيزر اهوت،
هما الكلاب مسكوا في بعض بس عشان الكلبه لسه احمد قدامها 10 15 يوم بالكتير. هي منزله السيرب الابيض اللي هو بتاع السخونيه اللي قبل الحيط انت فاهمني، 10 15 يوم بالظبط بامر الله، وهتبتدي الكلبه تجيب دم، وهتبتدي بعد ما تجيب دم تنضف، هتقعد لها زي بتاع من 8 ايام ل 10 ايام بالكتير. فانا معاك اهوت بامر الله، لما تجيب دم بس عرفني واحنا بامر الله هنبقى نيجي نجوزهم لك. طبعا سيزر بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين، وهنا مرجانه هنبقى نوريكم لهم فيديو في مرحله الجواز. بس المطلوب واللي احنا بنطلبه ان احمد دلوقتي ما نقربش الكلبين من بعض من ساعه ما هم ما اتفقوا تاني، ما نقربهمش من بعض تاني عشان الدكر هو شامم ريحه الفحه وعايز يطلع عليها، بس هي مش مديها فرصه عشان هي لسه ما جهزتش الكلام ده. وحاول ان انت تقرب تمشيها عشان الدكر ده مش ما توقفش الكلبه بتاعتك في وقت الشمس كده كتير، وما شويه سخنه كده تحط ميه على دماغها، ولا لو هتخش شويه تحتها تمام، وهتسقيها بوق صغير على ما تهدى بس كده. ودول نفس النظام، هو الشمس حلوه ليه بس طبعا الشمس دلوقتي حاميه شويه. انت ممكن تمشي كل يوم 10 دقايق ربع ساعه على ارض طريه، بحيث ان وش طريق يفرد معاك شويه في المشي. والحمد لله احنا طمنا عليهم اهوت وبصينا على مرجانه، بس طبعا ما كناش نوضع لحضراتكم الفيديو عشان الاطفال والناس اللي بتشاهدنا، ما ينفعش ان احنا نوريهم منظر زي ده. بحبكم جدا، حبينا نوريكم حاجه مختلفه، وبامر الله نوريكم لهم فيديو في الجواز بتاعهم. وطبعا اتشرفنا باحمد، وبنقول له متشكرين جدا على الزياره دي، وبامر الله اي حاجه تعوزها احنا نجي لك لحد عندك. وما تحاولش تقرب الكلاب من بعضها تاني، بنبه عليك تاني، ولا اكل ولا شرب مع بعض عشان ما يشبكوش في بعض يا احمد. شرب ربنا استرها امبارح، المره دي ما عيبوا داخلين في بعض، كلبتك شهيه شويه وشرس شويه، والبقر وراك يدافع عن نفسه. تحياتي ليكم، بحبكم جدا، كان معكم محمود مشارك، اللي يشوف الفيديو يعجبه يعمل لايك وشير ويتفاعل معانا اتفرج عشان يشترك معانا في قناتنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله.